ازدراء الأديان يا سيدي هو سب أو قذف لأتباعها وحرمانهم من أداء حقوقهم اللي ربنا ما سمح ليش بده. اللي ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأنا لا أسب أحدا ولا أشتم أحدا، إنما الدعوة بالمعروف، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. لا يعني إيه اللي في الإسلام أعتبره ازدراء؟ يعني لو حد اتكلم عن الصحابة، عن التابعين، عن أولياء الله الصالحين، عن الشيوخ، يعني حد لو اتكلم عن الشيخ الشعراوي النهاردة، هل يعتبر ازدراء أديان؟ لا عن الإمام أحمد بن حنبل، هل يعتبر ازدراء أديان؟ يا سيدي، وكان الإمام أحمد موجود وكان هناك من يعانده ويعارضه وحكم عليه بالإعدام عدة مرات. أحمد بن حنبل نفسه حكم عليه بالإعدام عدة مرات. الشافعي كاد أن يسجن وربما سجن في بعض الأحيان. أبو حنيفة، يعني الحديث عن الأئمة وخلافه، دول بشر في النهاية. نحن نتكلم عن الرموز، نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن نتكلم عن خلفاء الراشدين، تجاوزنا شوية بالصحابة، أكثر من كده لأ. ولما نتكلم حتى عن الصحابة، أنت تتكلم عن سلوكيات شخصية ولا عن تدينه؟ فالمفروض أن أنا ببقى مميز وفاهم أن كل من عاد النبوة فالكلام يؤخذ منه ويرد عليه، وينفع أقول أخطأ فلان وأخطأ علان، بس أقول بحق مش بباطل.